حالة المهندسين، ومعانا زميلنا محمد أبو شنب. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا لبنى. قولي الوضع عندك دلوقتي إيه يا محمد، وصف لي برضو اللي حصل النهاردة والاشتباكات اللي تمت، ومش عارفة إيه الوضع برضو في العمرانية والطلبية حاليا. في بداية الأمر خلينا نتكلم على الوضع الحالي. الوضع الحالي اشتباكات دائرة أسفل كوبري عرابي أحمد عرابي من منطقة المهندسين. هذه الاشتباكات تحديدا حتى هذه التوقيت هي الساعة الرابعة على بداية هذا الاشتباك الذي وقع بين أنصار تنظيم جماعة القوى الإرهابية الذي خرجت من مسيرة مسجد أنصار المحمدي. هذه المسيرة التي خرجت في ضواحي شارع الوحدة، ثم اشتبكوا مع الأهالي الذين أعلنوا المبايعات الرئيسية عن هذا التظاهر. وبداية الأمر تحركت القوات الأمنية، في بداية الأمر تحرك الأهالي الموجودين بالمنطقة وتحديدا أصحاب المحلات التجارية، وتم الاشتباك بينهم وبين البعض. في هذا التوقيت كانت قوات الأمن وصلت من أعلى كوبري أحمد عرابي، وبطبيعة الحال بدأت الاشتباكات. بداية الأمر كان حرق الكاوتشات وإطارات السيارات لمنع كثافة الغاز المسيل للدموع في هذه المنطقة. كل ما لدينا من معلومات عن هذه الاشتباكات هي الخسائر الأولية لهذه الاشتباكات هو إصابة 5 أفراد من شارع الوحدة، وتحديدا دلوقتي تم نقلهم للمستشفى العام المركزي بمبابة. لكن هناك إصابة أخرى لسيدة كانت تدافع عن ابنا لها في هذه الاشتباكات التي وقعت بين الأهالي وبين أنصار المعزول محمد مرسي. هذه الصورة الحالية الآن للوضع الموجود أسفل كوبري عرابي. لكن بطبيعة الحال منذ الصباح اليوم تحديدا كانت الأمور تسير على ما يرام وتسير بشكل ما أكثر هدوءا وأكثر استقرارا. ربما أبرز المشاهد كان في العاشرة صباحا من هذا اليوم حينما انطلقت مسيرة من مسجد أنس ابن مالك من مدينة من المهندسين، ثم انطلقت هذه المسيرة متجاوبة إلى أرض اللواء والمناطق المحيطة بالمطار القديم بمنطقة إمبابة، وأخيرا استقرت عند مسجد المغفرة. هذه المسيرة كانت ربما كانت إشارة على مدى إمكانية جمع أو حجم أفراد لما بعد صلاة الجمعة. وهذا هو الوضع الحالي. كان هناك تكاثف لقوات الأمن سواء كان على مداخل ومجاري ميدان مصطفى محمود المسجد النهاردة الذي كانت الخطبة متمثلة في ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك شيء كثير يضاف إلى هذه الصورة في هذا التوقيت أكثر من المشهد الذي كان فيه اشتداد واحتدام لهذا الموضوع. لكن دلوقتي يا محمد يعني أمنيا تم السيطرة على الوضع عندك بشكل ما، لكن لسه ما زالت هناك اشتباكات صغيرة في أسفل كوبري أحمد عرابي. ما زالت هناك قوات الأمن على استعداد للفصل ما بين الطرفين. الأعداد تقريبا قد إيه يا محمد اللي لسه يعني متبقية في المشهد؟ نحن نتكلم عن رقم كبير، نحن نتكلم عن رقم ربما إذا استمر قلنا أنه أكثر من 50 فهذا اعتبارا منه ومجازا منه أن هذا رقم قد يحمل الصواب، بينما الصواب الأكثر هو أقل من هذا الرقم. يعني العدد أقل من 50 بتقول لي؟ نعم يا طيب تمام، شكرا ليك يا محمد.